بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله معنا في تصفيات كاريزما 2. يعني الليلة إن شاء الله نحن على موعد مع ليلة مختلفة، وأيضا مع مواهب إن شاء الله راح يتقدمون من خلال هذه إن شاء الله نقول ساعتين، إنما نأخذ أكثر من هالوقت. الليلة طبعا تكون مختلفة بكل ما تعني من كلمة، لأني مثل ما ذكرت في أحد التغريدات، يعني لجنة التحكيم من العيار الثقيل ومن أصحاب التجربة والخبرة في اختيار المتسابقين، وبرضو يعني المتسابقين يمكن جلسنا معهم تحت الهواء في أسماء يعني تبشر بالخير. أيضا إن شاء الله راح نكون تقريبا لمدة 3 أيام، هذه اللي راح تكون على الهواء، لكن برضو في تصفيات تكون تحت الهواء حتى نعطي مجال. نعرف أنه الآن في الحجوزات والإجازات والأمور هذه وشوي ملخبطة المتقدمين، لكن راح نكون يعني متجاوبين مع الجميع، حتى مثل ما ذكرنا أن إن شاء الله نوصل لعدد 60 اللي إن شاء الله راح بعد العيد نبدأ فيهم بإذن الله تعالى. وبرضه الكروت الذهبية اللي راح تكون موجودة ونأهل فيها 5 أشخاص، هذول بدون تصويت بدون أي شيء، البقية راح يكون إن شاء الله للتصويت. لازلنا مع الأخوة في موضوع أن يكون اللجنة نسبة إن شاء الله في خلال هال60 شخص، والجماعة متجاوبين وإن شاء الله الأمور تبشر بالخير. اسمحوا لي أن نرحب بالأساتذة المتواجدين في لجنة التحكيم، بداية مع الصديق علي الغامدي. حياك الله أبو دخيل الله. أسعد الله مساك وسلطانة وصباحك، ويعطيك العافية على المقدمة الجميلة. اللهم لك الحمد، اليوم ننطلق في تصفيات كاريزما الموسم الثاني، تصاحبتني إياك في كاريزما الأول، واللهم لك الحمد أخرج ناس إلى الآن ينافسونا في البرامج وفي إبداعهم، وكذلك الزميل فهد في بعض البرامج الأخرى، وإن شاء الله تكون انطلاقة جميلة لبرنامج كاريزما الموسم الثاني بإذن الله تعالى. وأكيد نرحب بالأديب والصديق والإعلامي وصاحب الوزن الثقيل الإعلامي فهد معي. حياك الله أبو سلطان، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك على هذه المقدمة البراقة كعادتك يا أبو سلطان، إعلامي أستاذ في هذه المهنة، وأنا أتعلم منك للأمانة. أنا فخور بالجلوس بجانبك وبجانب أبو دخيل الله، ودائما أنا أفرح بالتصفيات، لأن أنا وعلي ما نصلح معك إلا في هذا الأربع أيام والخمس أيام التصفيات، ثم بعدها يكون بيننا يعني اختلاف في وجهات النظر. سبحان الله، يجعلنا نلقى يعني شيء يستاهل انتظار الناس، ويستاهل جلوسنا، ويستاهل عنوتنا، ويستاهل حماس الناس اللي موجودين. اعتقد ان الاختيارات اشرفت عليها بنفسك ابو سلطان، ان شاء الله تعالى اختيارات مميزه باذن الله تعالى. باذن الله، انا اقول هذا اللي مزينكم الاختلافات. الله يسلمك. إن ما نتوافق الا في التصفيات بس. لا ما اختلفنا، لو اتفقنا ادري في مشكله. ايش رايك في الرجال اللي مشغلنا في الجروب وينكم وفي الاخير واخر من جاء؟ لا المشكله اللي اعظم منه كان يحسب التصفيات الساعه 11. بس انا بغيت اسالك. طيب الحين كم الساعه؟ 11 وربع طيب. ها؟ 11 وربع الحين. والله عنده بعد نظر، وجهة نظر الحمد لله، عنده بعد نظر، عنده ابداع صراحه. لا هو متواصل مع رفيقه، هو كان ترى بيجيب ملابس سباحه ايه. على اساس ان بعدين وش فكره المسبح؟ انا تكلمتني ذاك اليوم في الواتساب، قلت يا علي نبغى مسبح، بس ما امداني اجيب مسبح ولستك ولا كينا. تخيل انا قلت الكلام ذا، انت قلت بعد في 2 نجيبهم، ما ادري من هو انت، مثل ما قلت في شاهد زور معلي هات. طيب راح عشان ما نتاخر على الناس، نرحب بالنجم الاعلامي اكيد مسفر بن رميثة، اللي راح يكون ان شاء الله مراسل للتصفيات كاريزما 2، وراح يكون ان شاء الله معه مجموعه من المواهب. يلا يا مسفر. يا مرحبا، مسي عليك بالخير استاذ الغالي. اوكي حبيبي، يلا اوكي.